إخواني توجهوا نحو القبلة لزيارة عاشوراء، زيارة الإمام الحسين في يوم العاشر. نسأل الله القبول. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد. أزور سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين عليه السلام إصالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالدي والدي وإخواني وأخواتي وجميع المؤمنين والمؤمنات ومن أوصاني بالدعاء وقلدني الزيارة جميعا قربة إلى الله تعالى. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانه، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب آثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين
وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب أثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا 100 مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم معا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين 100 مرة. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ركعتي الصلاة أخواني وأخواتي، قبل الله
إخواني وأخواتي، نقرأ سورة الفاتحة ونهديها لجميع أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء ومن مضى من هذا الجمع، ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى. نقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. If we can ask all the brothers and sisters to please stand up and move forward as much as possible. Rahmanallah man dhakar al-qa'im min ali Muhammad. As much as possible, please, very close to the member. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا أسير الكربات، السلام عليك يا قتيل العبرات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الشفاه الذابلات، عظم الله لكم الأجر يا شيعة الحسين باستشهاد إمامكم أيوة حسينا يا يقول الرضا عليه السلام إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسال دموعنا وأذل عزيزنا يا ويقول مولانا يا جدا لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليه بدل الدموع دما دما دما. سيدي جئنا اليوم نواسيكم نجري دموعنا من أجلكم، سيدي نظر إلى مجلسنا هذا يا أيها المهر المخضب بالدماء يا لا تقصدن خيم النساء الضيعين، إني أخاف بأن تروع قلبها. يعني يا حصان الحسين لا تذهب إلى الخيام، لا تخلي البنات يشوفوك، لا تخلي النساء يرونك وأنت على هذه الحال. يا أيها المهر المخضب بالدماء لا تقصدن خيام النساء الضيعين، إني أخاف بأن تروع قلبها يا وهي التي ما عودت بتروعي، ولزينب ندب لفقد شقيقي تدعو يا ابن الزاكيات
ركعيه اليوم أصبغ في عزاك ملابسي يا حسين يا حسين أخي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع أقول مولاتي كلنا اليوم جئنا نواسيك لبسنا السواد ونسكب الدموع اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم شبوا نارهم في محملي حرقوا الخيام يا ابو فاضل قوم لنا خويا حرقوا خيمنا علينا اليوم شبوا نارهم في محملي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم ساقوني بأسر يا أخي أنا زينب ابنة علي أنا أصبحت سبية اليوم ساقوني بأسري يا أخي وضرب السياط آلمني وأطفالي معي أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي أخي أين أبي علي المرتضى حادر يا أبويا ما تجي يا بتشوفنا شلون نسبينا والناس تتفرج علينا يا با قمنا نتستر بدينا بدينا أخي أين أبي علي المرتضى ليرى انكساري للعدا وتخضعي أنع جوابا يا حسين يا حسين يا حسين أنعم جوابا يا حسين أما ترى أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة أيوا إماما فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء يا زينب يا زينب قضي القضاء فاسترجعي لا
لما أصبح الحسين عليه السلام يوم عاشورا وصلى بأصحابه صلاة الصبح قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال ثم صفهم للحرب وكانوا 77 ما بين فارس وراجل فجعل زهير بن القين في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة وأعطى رايته أخاه العباس وثبت هو عليه السلام وأهل بيته في القلب وأقبل عمر بن سعد نحو الحسين عليه السلام في 30,000 وجعل على الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشة وعلى الخيل عزرة بن قيس الأحمسي وعلى الرجالة شبث بن ربعي والراية مع مولاه ذو بيت وأقبلوا يجولون حول البيوت فيرون النار تضطرم في الخندق فنادى شمر بأعلى صوته يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة فقال الحسين عليه السلام من هذا كأنه شمر بن ذي الجوشن قيل نعم فقال عليه السلام يا ابن راعية المعزى أنت أولى بها مني صليا ورام مسلم بن عوسج أن يرميه بسهم فمنعه الحسين عليه السلام وقال أكره أن أبدأهم بقتال ولما نظر الحسين عليه السلام إلى جمعهم كأنه السيل رفع يديه بالدعاء وقال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك فكشفته وفرجته فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة ثم دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فلما سمعنا النساء هذا منه صحنا وبكين وارتفعت أصواتهن فأرسل إليهن أخاه العباس عليه السلام وابنه علي الأكبر وقال لهما سكتاهن فلعمري ليكثر بكاؤهن ولما سكتنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء
وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره، ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه. ثم قال: عباد الله، اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكان الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء، غير أن الله خلق الدنيا للفناء، فجديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها مكفهر، والمنزل تلعه والدار قلعه، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الناس، إن الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرت والشقي من فتنت، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها، وتخيب طمع من طمع فيها، وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم، وأعرض بوجهه الكريم عنكم، وأحل بكم نقمته وجنبكم رحمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم أنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، فبعدا للقوم الظالمين. أيها الناس، انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي؟ هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ فقال شمر هو يعبد الله على حرف، إن كان يدري ما يقول. فقال له حبيب بن مظاهر: والله إني أراك تعبد الله على 70 حرفا، وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك. ثم قال الحسين عليه السلام:
فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أني ابن بنت نبيكم، فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاصي جراحة فأخذوا لا يكلمونا. فنادى عليه السلام يا شبث ابن ربعي ويا حجار ابن أبجر ويا قيس ابن الأشعث ويا زيد ابن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن أقدم قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدموا على جند لك مجندا؟ فقالوا لم نفعل. قال سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. ثم قال أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمن من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث أولا تنزل على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال الحسين عليه السلام أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. عباد الله، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم أناخ براحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا وإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرفوا دهر النابا؟ إن صرفوا دهر النابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ ألم أم لم يوص بنا النبي وأودع ثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظي إلا الأسنة والسهام جوابا. وأقبل القوم يزحفون نحوه، وكان فيهم عبد الله بن حوزة التميمي، فصاح أفيكم حسين؟ وفي الثالثة قال أصحاب الحسين هذا الحسين، ما فما تريدوا منه؟ قال يا حسين أبشر بالنار. قال الحسين عليه السلام كذبت، بل أقدم على رب غفور كريم مطاع شفيع، فمن أنت؟ قال أنا ابن حوزة. فرفع الحسين يديه حتى بان بياض أبطيه وقال اللهم حزه إلى النار. فغضب ابن حوزة وأقحم الفرس إليه، وكان بينهما نهر فسقط عنها وتعلقت قدمه بالركاب وجالت به الفرس فسقط عنها وانقطعت قدمه وساقه وفخذه، وبقي جانبه الآخر معلقا بالركاب، وأخذت الفرس تضرب به كل حجر وشجر، وألقته في النار المشتعلة في الخندق فاحترق بها ومات. قال مسروق بن وائل الحضرمي كنت في أول الخيل التي تقدمت لحرب الحسين،
لعلي أصيب رأس الحسين فأحظى به عند ابن زياد. فلما رأيت ما صنع بابن حوزة عرفت أن لأهل هذا البيت حرمة ومنزلة عند الله، وتركت الناس وقلت لا أقاتلهم فأكون في النار. وخرج إليهم زهير بن القين على فرس ذنوب وهو شاك في السلاح، فقال يا أهل الكوفة نذاري لكم من عذاب الله، إن حقا على المسلمين نصيحة أخيه المسلم، ونحن حتى الآن أخوة على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف وأنتم للنصيحة منا أهل. فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وكنتم أمة، إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وآله، لينظر ما نحن وأنتم عاملون، إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد، فإنكم لا تدركون منهما إلا سوء عمر سلطانهما، يسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعانكم على جذوع النخل ويقتلان أمثالكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهاني بن عروة وأشباهه، فسبوه وأثنوا على عبيد الله بن زياد ودعوا له وقالوا لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد الله بن زياد سلما. فقال زهير عباد الله عباد الله، إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية، فإن لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم، فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد، فلعمري إنه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين عليه السلام. فرماه الشمر بسهم وقال أسكت، أسكت الله نامتك، أبرمتنا بكثرة كلامك. فقال زهير يا ابن البوال على عقبيه، ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. فقال الشمر إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة، إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة، قاتلك وصاحبك عن ساعة. فقال زهير أفبالموت تخوفني؟ فوالله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم. ثم أقبل على القوم رافعا صوته وقال عباد الله، لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فوالله لا تنال شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، لا تنال شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، قوما هرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا من نصر بهم وذب عن حريمهم. فناداه رجل من أصحابه إن أبا عبد الله يقول لك أقبل، فلعمري لئن كان مؤمن آل فرعون نصح قومه وأبلغ في الدعاء، فلقد نصحت هؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ. واستأذن الحسين بغير بن خضير في أن يكلم القوم فأذنا له، وكان شيخا تابعيا ناسكا قارئا للقرآن ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة، وله في الهمدانيين شرف وقدر وجلالة. فوقف قريبا منهم ونادى يا معشر الناس،
إن الله بعث محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه وقد حيل بينه وبين ابن بنت رسول الله أفجزاء محمد هذا فقالوا يا برير قد أكثرت الكلام فاكفف عنا فوالله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله قال يا قوم إن ثقل محمد قد أصبح بين أظهركم وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم فقالوا نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد الله بن زياد فيرى فيهم رأيا قال أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه ويلكم يا أهل الكوفة أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم الله عليها وعليكم أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلأتموهم عن ماء الفرات بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة فبئس القوم أنتم فقال له نفر منهم يا هذا ما ندري ما تقول قال الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة اللهم إني أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم اللهم ألق بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان فجعل القوم يرمونه بالسهام فتقهقر إلى ورائه ثم إن الحسين عليه السلام ركب فرسا وأخذ مصحفا ونشره على رأسه ووقف بإزاء القوم وقال يا قوم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف جده النبي صلى الله عليه وآله ولامته وعمامته فأجابوه بالتصديق فسألهم عما أقدمهم على قتله قالوا طاعة للأمير عبيد الله بن زياد فقال عليه السلام تبا لكم أيتها الجماعة وترحا أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم ألبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لما يستصحف ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدباء وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ثم نقضتموها فسحقا لكم يا عبيد الأمة ويا شذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم ونفثة الشيطان ومطفئ السنن ويحكم أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون أجل والله
غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتأزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمرة شجا للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. ثم أنشد أبيات فروى بن مسيك المرادي: فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين. وما إن طبنا جبن ولكن منا ايانا ودولة اخرين. فقل للشامتين بنا افيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. اذا ما الموت رفع عن اناس، اذا ما الموت رفع عن اناس، بكلكلة اناخ باخرين. أما والله لا تلبثوا بعدها إلا كريث ما يركب يركب الفرس، حتى تدور بكم رح دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم قضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم رفع يديه نحو السماء وقال: اللهم احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم كذبونا وخذلونا، وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. والله لا يدع أحدا منهم إلا انتقم لي منه قتلة بقتلة وضربة بضربة، وإنه لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي. واستدعى الحسين عليه السلام عمر بن سعد فدعي له، وكان كارها لا يحب أن يأتي، فقال: يا عمر، أنت تقتلني وتزعم أن يوليك الداعي ابن الدعي أو الدعي ابن الدعي بلاد الري وجرجان؟ والله لا تتهنى بذلك أبدا، عهدا معهودا ولك أني برأسك على قصبة قد نصب بالكوفة، يتراماه الصبيان ويتخذونه غرضا بينهم. فاغتاظ ابن سعد من كلامه، ثم صرف بوجهه عنه مغضبا. ولما سمع الحر بن يزيد الرياحي كلامه واستغاثته، أقبل على عمر بن سعد وقال له: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: إي والله، قتالا أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي. قال: ما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال؟ فقال: لو كان الأمر إلي لقبلت، ولكن أميرك أبى ذلك. فتركه ووقف مع الناس، وكان إلى جنبه قرة بن قيس، فقال لقرة: هل سقيت فرسك اليوم؟ قال: لا. قال الحر: فهل تريد أن تسقيه؟ فظن قرة من ذلك أنه يريد الاعتزال ويكره أن يشاهده، فتركه فأخذ
الحر يدنو من الحسين قليلا قليلا. فقال له المهاجر ابن أوس: أتريد أن تحمل؟ فسكت وأخذته الرعداء. فارتاب المهاجر من هذا الحال وقال له: لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ فقال الحر: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا ولو أحرقت. ثم ضرب جواده نحو الحسين عليه السلام منكسا رمحا قالبا ترساء، وقد طأطأ برأسه حياء من آل الرسول بما أتى إليهم، وجعجع بهم في هذا المكان على غير ماء ولا كلأ، رافعا صوته: اللهم إليك أنيب فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك. يا أبا عبد الله، إني تائب فهل لي من توبة؟ أقول: يا أبا عبد الله، كلنا تائبون، فهل لنا من توبة؟ فقال الحسين عليه السلام: نعم، يتوب الله عليك، وإن شاء الله ذلك هو الجواب إلينا كذلك. فسره قوله وتيقن الحياة الأبدية والنعمة الدائمية. فحدث الحسين عليه السلام بحديث قال فيه: لما خرجت من الكوفة نوديت: أبشر يا حر بالجنة. فقلت: ويل للحر يبشر بالجنة وهو يسير إلى حرب ابن بنت رسول الله. فقال له الحسين عليه السلام: لقد أصبحت خيرا وأجرا. ثم استأذن الحسين في أن يكلم القوم فأذنا له، فنادى بأعلى صوته: يا أهل الكوفة، لا لأمكم الهبل والعبر، إذ دعوتموه وأخذتم بكظمه وأحطتم به من كل جانب، فمنعتموه التوجه إلى بلاد الله العريضة حتى يأمن وأهل بيته، وأصبح كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وحلأتموه ونساءه وصبيته وصحبه عما الفرات الجاري الذي يشربه اليهود والنصارى والمجوس، وتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه، وها هم قد صرعهم العطش. بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، لا سقاكم الله يوم الظما. فحملت عليه رجاله ترميه بالنبل، فتقهقهرا حتى وقف امام الحسين عليه السلام، اذ ان الحسين ابن علي منع اصحابه واهل بيته من ان يبداوا القوم بقتال قط، فلذلك ترى الأصحاب في كل مقام وعظ وإرشاد وتوجيه يرشقون بالسهام أو يحمل عليهم أو يحمل عليهم أحد، يرجعون إلى ورائهم امتثالا لأمر إمامهم وسيدهم أبي عبد الله الحسين، إذ أنه ما يريد أن يبدأهم بقتال. وصاح الشمر بأعلى صوته: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ فأعرضوا عنه. فقال الحسين عليه السلام: أجيبوه ولو كان فاسقا. قالوا: ما شأنك وما تريد؟ فقال: يا بني أختي، أنتم آمنون، فلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد. فقال له العباس: لعنك
الله ولعن أمانك. أتؤمننا أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء. وتقدم عمر بن سعد نحو عسكر الحسين ورمى بسهم وقال اشهدوا لي عند الأمير إني أول من رمى. ثم رمى الناس فلم يبق من أصحاب الحسين أحد إلا أصابه من سهامهم. فقال الحسين عليه السلام لأصحابه قوموا رحبكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. فحمل أصحابه حملة واحدة واقتتلوا ساعة فما انجلت الغبرة إلا عن 50 صريعا من أصحاب أبي عبد الله الحسين. قضوا حق العليم وسط الخيام ولا خلوا خوات حسين تنظام. لما انطاحا وتفايض منهم الهام تاووا مثل ما هو النجم من خارم. هذا الرمح بفادة تثنى وهذا به للنشاب رن وهذا الخيل صدر غضر ظن وهذا وذاك بالهندي موذر. وخرج يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله ابن زياد وقال من يبارزنا من يبارزنا. فوثب حبيب وبرير فلم يأذن لهما الحسين عليه السلام. فقام عبد الله بن عمير الكلبي من بني علي وكنيته أبو وهب وكان طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين شريفا في قومه شجاعا مجربا. فأذن له الحسين وقال أحسبه للأقران قتالا. فقال له من أنت؟ فانتسب لهما فقال لا نعرفك. ليخرج إلينا زهير أو حبيب أو برير. وكان يسار قريبا منه فقال له يا ابن الزانية أو بك رغبة عن مبارزتي؟ ثم شد عليه بسيفه يضربه وبينا هو مشتغل به إذ شد عليه سالم. فصاح أصحابه قد رهقك العبد فلم يعبأ به. فضربه سالم بالسيف فاتقاها عبد الله بيده اليسرى فأطار أصابعه ومال عليه عبد الله فقتله. وأقبل إلى الحسين يرتجز وقد قتلهما معه. وأخذت زوجته أم وهب ابنة عبد الله ابن النمر عمودا وأقبلت نحوه تقول فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين ذرية محمد صلى الله عليه وآله. فأراد أن يردها إلى الخيمة فلم تطاوعه وأخذت تجاذبه ثوبه وتقول لن أدعك حتى أموت معك لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها الحسين عليه السلام جزيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا. جزاكم الله خيرا يا شيعة الحسين لمواساتكم الحسين. جزيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا. ارجعي إلى الخيمة فإنه ليس على النساء قتال فرجعت.
ولما نظر من بقي من أصحاب الحسين عليه السلام إلى كثرة من قتل منهم أخذ الرجلان والثلاثة والأربعة يستأذنون الحسين في الذب عنه والدفع عن حرمه وكل يحمل الآخر وكل يحمي الآخر من كيد عدوه فخرج الجابريان وهما سيف بن الحارث بن سريع ومالك بن عبد الله بن سريع وهما ابن عم ابن عم وأخوان لأم وهما يبكيان قال الحسين عليه السلام ما يبكيكما إني لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريري العين قالا جعلنا الله فداك ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك نراك قد أحيط بك ولا نقدر أن ننفعك فجزاهما الحسين خيرا فقاتلا قريبا منه حتى قتلا رضوان الله تعالى عليهما وجاء عبد الله وعبد الرحمن بن عروة الغفاريان فقالا قد حازنا الناس إليك فجعلا يقاتلان بين يديه حتى قتلا وخرج عمرو بن خالد الصيداوي وسعد مولاه وجابر بن الحارث السلماني ومجمع بن عبد الله العائذي وشدوا جميعا على أهل الكوفة فلما أوغلوا فيهم عطف عليهم الناس وقطعوهم عن أصحابهم فندب إليهم الحسين أخاه العباس فاستنقذهم بسيفه وقد جرحوا بأجمعهم وفي أثناء الطريق اقترب منهم العدو فشدوا بأسيافهم مع ما بهم من الجراح وقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد ولما نظر الحسين عليه السلام إلى من قتل من أصحابه قبض على شيبته المقدسة وقال اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوا ثالثا ثلاثا واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيه والله ما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي ثم صاح عليه السلام أما من مغيث يغيثنا أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله فبكت النساء يا أخواتي واسو خوات زينب واسو زينب والخوات فبكت النساء وكثر صراخهن وسمع الأنصاريان سعد بن الحارث وأخوه أبو الحتوف استنصار الحسين واستغاثته وبكاء عياله وكانا مع ابن سعد فمالا بسيفيهما على أعداء الحسين وقاتلا حتى قتلا رضوان الله تعالى عليهما وأخذ أصحاب الحسين بعد أن قل عددهم وبان النقص فيهم يبرز الرجل بعد الرجل فأكثر القتل في أهل الكوفة فصاح عمرو بن الحجاج بأصحابه أتدرون من تقاتلون تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم
والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. إن أصحاب الحسين كانوا يقاتلون على بصيرة من أمرهم كما شهد بذلك الأعداء، فكانوا يقاتلون كالفرسان الأبطال ولا يقدر القوم عليهم. فقال عمر بن سعد: صدقت الرأي، ما رأيت أرسل في الناس من يعزم عليهم أن لا يبارزهم منهم، ولو خرجتم إليهم وحدانا لأتوا عليكم. ثم حمل عمر بن الحجاج على ميمنة الحسين فثبتوا له وجثوا على الركب وأشرعوا الرماح فلم تقدم الخيل، فلما ذهبت الخيل لترجع رشقهم أصحاب الحسين بالنبل فصرعوا رجالا وجرحوا آخرين. وكان عمر بن الحجاج يقول لأصحابه: قاتلوا من مرق عن الدين وفارق الجماعة. فصاح الحسين حسين عليه السلام: ويحك يا عمر، أعلي تحرض الناس؟ أنحن مرقنا من الدين وأنت تقيم عليه؟ ستعلمون إذا فارقت أرواحنا أجسادنا من أولى بصلي النار. ثم حمل عمر بن الحجاج من نحو الفرات فاقتتلوا ساعة، وفيها قاتل مسلم بن عوسج، فشد عليه مسلم بن عبد الله الضبابي وعبد الله البجلي، وثارت لشدة الجلاد غبرة شديدة، ومن جلت الغبرة إلا ومسلم صريع وبيرمق. فمشى إليه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر، فقال له الحسين عليه السلام: رحمك الله يا مسلم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ودنا منه حبيب وقال: عز علي مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة. فقال بصوت ضعيف: بشرك الله بخير. فقال حبيب: لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي إلي بما أهمك. فقال مسلم: أوصيك بهذا. وأشار إلى الحسين أن تموت دونه. قال: أفعل ورب الكعبة. وفاضت روحه بينهما. يقل قربت يا بن ظاهر منيتي، أنا موصيك بعيالي وأهل بيتي، ولا تحفظ أولادي وثنيتي، إن كان نيتك مثل نيتي أريد أنك تجاهد سويتي بالحسين وأولاد وصيتي. وصاحت جارية له: ومسلما وسيدا يا ابن عوسجة. فتنادى أصحاب ابن الحجاج: قتلنا مسلما. فقال شبث بن ربعي لمن حوله: تكلتكم أمهاتكم، أيقتل مثل مسلم وتفرحون؟ لرب موقف له كريم في المسلمين، رأيته يوم أذربيجان وقد قتل ستة من المشركين قبل أن تتام خيول المسلمين. وحمل الشمر في جماعة من أصحابه على ميسرة الحسين فثبتوا لهم حتى كشفوهم. وفيها قاتل عبد الله بن عمير الكلبي فقتل رجالا، وشد عليهم هان بن ثبيت الحضرمي فقطع يده اليمنى،
وقطع بكر بن حي ساقه فأخذ أسيرا وقتل صبرا. فمشت إليه زوجته أم وهب وجلست عند رأسه تمسح الدماء عنه وتقول هنيئا لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. فقال الشمر لغلامه رستم اضرب رأسها بالعمود، فشدخه وماتت مكانها، وهي أول امرأة قتلت من أصحاب الحسين عليه السلام. وقطع رأسه ورمي به إلى جهة الحسين، فأخذته أمه ومسحت الدم عنه، ثم أخذت عمود خيمة وبرزت إلى الأعداء، فرأى الحسين عليه السلام وقال ارجعي رحمك الله، فقد وضع عنك الجهاد. فرجعت وهي تقول اللهم لا تقطع رجائي. فقال الحسين لا يقطع الله رجاؤك. ثم برز وهب بن حباب الكلب وكان نصرانيا فأسلم على يدي الحسين عليه السلام، وكانت معه أمه وزوجته فقالت أمه قم يا بني فانصر ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال أفعل يا أمه ولا أقصر. فبرز وهو يقول إن تنكروني فأنا ابن الكلب، سوف تروني وترون ضربي وحملتي وصولتي في الحرب، أدرك ثاري بعد ثار صحبي وأدفع الكرب أمام الكرب، ليس جهادي في الوغى باللعب. ثم حمل ولم يزل يقاتل حتى قتل جماعة، ثم رجع إلى امرأته وأمه وقال يا أمه أرضيتي؟ فقالت ما رضيت حتى تقتل بين يدي الحسين عليه السلام. فقالت امرأته بالله عليك لا تفجعني بنفسك. فقالت له أمه يا بني اعزب عن قولها وارجع فقاتل بين يدي ابن بنت نبيك، تنل شفاعة جده يوم القيامة. فرجع فلم يزل يقاتل حتى قطعت يداه، وأخذت امرأته عمودا وأقبلت نحوه وهي تقول فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين حرم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لها الآن كنت تنهينني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي؟ قالت لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. فقال ما الذي سمعت منه؟ قالت يا وهاب رأيته جالسا بباب الخيمة وهو ينادي وقلة ناصرة. فبكى وهب بكاء كثيرا وقال لأرجعي إلى النساء رحمك الله، فأبت. فصاح وهب سيدي أبا عبد الله ردها إلى الخيمة، فردها الإمام إلى الخيمة واجتمع عليه القوم وأردوه قتيلا. وحمل الشمر حتى طعنا فسطاط الحسين بالرمح وقال علي بالنار لأحرقه على أهله. فتصايحت النساء وخرجن من الفسطاط، وناداه الحسين يا ابن ذي الجوشن أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي، أحرقك الله بالنار. وقال له شبث بن ربعي أمرعبا للنساء صرت؟ ما رأيت مقالا أسوأ من مقالك وموقفا أقبح من موقفك، فاستحيا وانصرف.
وحمل على جماعته زهير بن القين في عشرة من أصحابه حتى كشفوهم عن البيوت. ولما رأى عزرة بن قيس وهو على الخيل الوهن في أصحابه والفشل كل ما يحملون بعث إلى عمر بن سعد يستمده الرجال، فمده بالحصين بن نمير في 500 من الرماة، واشتد القتال وأكثر أصحاب الحسين فيهم الجراح حتى عقروا خيولهم وأرجلوهم، ولم يقدروا أن يأتوهم من وجه واحد لتقارب أبنيتهم. فأرسل ابن سعد الرجال ليقوضوها عن أيمانهم وعن شمائلهم ليحيطوا بهم، فأخذ الثلاث والأربع من أصحاب الحسين يتخللون البيوت فيشدون على الرجل وهو ينهب فيقتلونه ويرمونه من قريب فيعقرونه. فقال ابن سعد: أحرقوها بالنار. فأضرموا فيها النار، فصاحت النساء ودهشت الأطفال. فقال الحسين: دعوهم يحرقونها، فإنهم إذا فعلوا ذلك لم يجوزوا إليكم. فكان كما قال. وكان أبو الشعثاء الكندي وهو يزيد بن زياد مع ابن سعد، فلما ردوا الشروط على الحسين صار معه وكان راميا، فجثى على ركبتيه بين يدي الحسين ورمى بمائة سهم، والحسين يقول: اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنة. فلما نفدت سهامه قام وهو يقول: لقد تبين لي أني قتلت منهم خمسة. ثم حمل على القوم فقتل تسعة نفر وقتل رضوان الله تعالى عليه. والتفت أبو ثمامة الصائدي إلى الشمس قد زالت، فقال للحسين: نفسي لك الفداء، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، لا والله لا تقتل حتى أقتل دونك، وأحب أن ألقى الله وأحب أن ألقى الله، وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. انظروا يا أصحاب الحسين، يا شيعة الحسين، إلى اهتمام أصحاب الحسين بالصلاة، فعلينا الاهتمام بصلاتنا. فرفع الحسين رأسه إلى السماء وقال: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم، هذا أول وقتها، سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي. فقال الحسين: إنها لا تقبل منكم. فقال حبيب بن مظاهر: زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار. فحمل عليه الحسين فضرب حبيب وجه فرسه بالسيف، فشبت به ووقع عنه، واستنقذه أصحابه فحملوه. وقاتلهم حبيب قتالا شديدا، فقتل على كبره 62 رجلا. وحمل عليه بديل بن صريم فضربه بسيفه، وطعنه آخر من تميم برمحه، فسقط إلى الأرض. فذهب ليقوم وإذا بالحسين يضربه بالسيف على رأسه، فسقط لوجهه، ونزل إليه التميم واحتز رأسه، فهد مقتله الحسين عليه السلام. فقال: سلام الله عليه، عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، وأسترجع كثير واسترجع كثيرا. وخرج من بعدي الحر بن يزيد الرياحي، ومعه زهير بن القين يحمي ظهره، فكان إذا شد أحدهما واستلحم شد الآخر واستنقذه، ففعلا ساعة. وإن فرس الحر لمضروب على أذنيه وحاجبيه، والدماء تسيل منه. وجعل الحر يرتجز ويقول: إني أنا الحر ومأوى الضيفين،
في أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف أضربكم ولا أرى من حيف حتى قتل منهم جماعة كثيرة فقال الحسين ليزيد بن سفيان هذا الحر الذي كنت تتمنى قتله قال نعم وخرج إليه يطلب المبارزة فما أسرع أن قتله الحر ثم رمى أيوب ابن مشرح الخيواني فرس الحر بسهم فعقره وشب به الفرس فوثب عنه كأنه ليث وبيده السيف وجعل يقاتل راجلا حتى قتل نيفا وأربعين ثم شدت عليه الرجال فصرعت جلهموم الفواطم مجل الغتوت ورجل غاضري وحام البيوت عقب ما شافت من مذهب الموت طاحوا فيض دم على الثرى يسيل إجاه حسين مثل الليث يهدر ينادي ودمع عين عليه ينثور أمك ما خطت من سمتك حور مسح عنا التراب ومدمع يسيل وحمله أصحاب الحسين ووضعوه أمام الفسطاط الذي يقاتلون دونه والتفت الحسين عليه السلام إلى الحر وكان به رمق فقال له وهو يمسح الدمع أنت الحر كما سمتك أمك وأنت الحر في الدنيا والآخرة ورثاه رجل من أصحاب الحسين وقيل علي بن الحسين عليه السلام لنعم الحر حر بني الرياح صبور عند مشتبك الرماح ونعم الحر إذ فادى حسينا وجاد بنفسه عند الصباح وقام الحسين إلى الصلاة فقيل إنه صلى بمن بقي من أصحابه صلاة الخوف وتقدم أمامه زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي في نصف من أصحابه ولما أثخن سعيد بالجراح سقط إلى الأرض وهو يقول اللهم لعنهم لعن عاد وثمود وأبلغ نبيك مني السلام وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح فإني أردت بذلك ثوابك في نصرة ذرية نبيك والتفت إلى الحسين قائلا أوفيت يا ابن رسول الله قال نعم أنت أمامي في الجنة وقضى نحبه فوجد فيه 13 سهما غير الضرب والطعن ولما فرغ الحسين عليه السلام من الصلاة قال لأصحابه يا كرام هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم فحاموا عن دين الله ودين نبيه وذبوا عن حرم الرسول فقالوا نفوسنا لنفسك الفداء ودماؤنا لدمك الوقاء فوالله لا يصل إليك وإلى حرمك سوء وفينا عرق يضرب ثم أن عمر بن سعد وجه عمرو بن سعيد في جماعة من الرماة فرموا أصحاب الحسين وعقروا خيولهم ولم يبق مع الحسين فارس إلا الضحاك بن عبد الله المشهور
المشرق. يقول لما رأيت خيل أصحابنا تعقر أقبلت بفرسي وأدخلتها فسطاطا لأصحابنا واقتتلوا أشد القتال. وكان كل من أراد الخروج ودع الحسين بقوله السلام عليك يا ابن رسول الله، فيجيب الحسين وعليك السلام ونحن خلفك، ثم يقرأ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وخرج أبو ثمامة الصائدي فقاتل حتى أثخن بالجراح، وكان مع عمر بن سعد ابن عم له يقال له قيس بن عبد الله، بينهما عداوة فشد عليه وقتله. وخرج سلمان بن مضارب البجلي وكان ابن عم زهير بن القين فقاتل حتى قتل، وخرج بعده زهير بن القين فوضع يده على منكب الحسين وقال مستأذنا أقدم هديت هاديا مهديا، فاليوم ألقى جدك النبيا وحسنا والمرتضى عليا، وذا الجناحين الفتى كالكميا، وأسد الله وأسد الله الشهيد الحيا. فقال الحسين وأنا ألقاهما على أثرك، فحمل على الأعداء وهو يقول أنا زهير وأنا ابن القين أذودكم بالسيف عن حسين. فقتل 120، ثم عطف عليه كثير بن عبد الله الصعبي والمهاجر بن أوس فقتلاه رضوان الله تعالى عليه. فوقف الحسين عليه السلام عليه وقال لا يبعدنك الله يا زهير ولعنا قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخنازي. وجاء عمرو بن قرضة الأنصاري ووقف أمام الحسين يقيه من العدو ويتلقى السهام بصدره وجبهته، فلم يصل إلى الحسين سوء، ولما كثر فيه الجراح التفت إلى أبي عبد الله وقال أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال نعم أنت أمامي في الجنة، فاقرأ رسول الله مني السلام واعلمه أني في الأثر وخر شهيدا. فنادى أخوه علي وكان مع ابن سعد يا حسين يا كذاب غررت أخي حتى قتلته. فقال عليه السلام إني لم أغر أخاك ولكن الله هداه وأضلك. فقال قتل لن يالله إن لم أقتلك. ثم حمل على الحسين ليطعنه، فاعترضه نافع ابن هلال الجملي فطعنه حتى صرعه، فحمله أصحابه وعالجوه وبرئ. ورمى نافع بن هلال الجمل المذحجي بنبال مسمومة كتب عليها اسمه وهو يقول أرمي بها معلمة أفواقها مسمومة تجري بها أخفاقها، ليملأن أرضها رشاقها والنفس لا ينفعها إشفاقها. ولما فنيت السهام جرد سيفه يضرب فيهم، فأحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عضديه وأخذوه أسيرا، فأمسكه الشمر ومعه أصحابه يسوقونه. فقال له ابن سعد ما حملك على ما صنعت بنفسك؟ قال إن ربي يعلم ما أردت. فقال له رجل وقد نظر إلى الدماء تسيل على وجهه ولحيته أما ترى ما بك؟ فقال والله لقد قتلت منكم 12 رجلا سوى من جرحت، وما ألوم نفسي على الجهل أو على الجهد، ولو بقيت لي عضد ما أسرتموني
وجرد الشمر سيفه فقال له نافع والله يا شمر لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه ثم قدمه الشمر وضرب عنقه ولما صرع واضح التركي مولى الحرث المذحجي وكان غلاما اعتقه الحسين عليه السلام استغاث بالحسين فأتاه أبو عبد الله الحسين واعتنق فقال من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خده ثم فاضت نفسه الطائرة ومشى الحسين إلى أسلم مولاه واعتنقه وكان به رمق فتبسم وافتخر بذلك ومات ونادى يزيد بن معقل يا برير كيف ترى صنع الله بك فقال صنع الله بي خيرا وصنع بك شرا فقال يزيد كذبت وقبل اليوم ما كنت كذابا أتذكر يوم كنت أماشيك يوم كنت أماشيك في بني لوذان وأنت تقول كان عثمان مسرفا وكان معاوية ضالا وأن إمام الهدى علي بن أبي طالب وإن إمام الهدى علي بن أبي طالب فقال برير بلى أشهد أن هذا رأيي فقال يزيد وأنا أشهد أنك من الضالين فدعاه برير إلى المباهلة فرفع أيديهما إلى الله سبحانه يدعونه أن ينعن الكاذب ويقتله ثم تضاربا فضربه برير على رأسه قدت المغفر والدماغ فخر كأنما هوى من شاهق وسيف برير ثابت في رأسه وبينما هو يريد أن يخرجه إذ حمل عليه رضي بن منقذ العبد واعتنق بريرا واعتركا فصرعه برير وجلس على صدره فاستغاث رضي بأصحابه فذهب كعب بن جابر بن عمرو الأزدي ليحمل على برير فصاح به عفيف بن زهير بن الأخنس هذا برير ابن خضير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في جامع الكوفة فلم يلتفت إليه وطعن بريرا في ظهره فبرك برير على رضي وعض وجهه وقطع طرف أنفه وألقاه كعب برمحه عنه وضربه بسيفه فقتله وقام العبد ينفض التراب عن قبائه وقال لقد أنعمت علي يا أخا الأزن عبدا لا أنسى أبدا ولما رجع كعب بن جابر إلى أهله عتبت عليه امرأته النوار وقالت أعنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء لقد أتيت عظيما من الأمر والله لا أكلمك من رأسي كلمتنا أبدا. ونادى حنظل بن سعد الشبامي يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما بالعباد وما الله يريد ظلما للعباد يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد يا قوم لا تقتلوا حسينا فيسحتكم الله بعذاب وقد خاب من افترى فجزاه الحسين خيرا وقال رحمك الله إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم دعوتهم إليه من الحق ونهضوا إليك ليستبيحوك وأصحابك فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين
قال صدقت يا ابن رسول الله، أفلا نروح إلى الآخرة؟ فأذن له فسلم على الحسين وتقدم يقاتل حتى قتل رضوان الله تعالى عليه. وأقبل عابس بن شبيب الشاكري على شوذب مولى شاكر، وكان شوذب من الرجال المخلصين، وداره مألف للشيعة يتحدثون فيها فضل أهل البيت. فقال يا شوذب ما في نفسك أن تصنع؟ قال أقاتل معك حتى أقتل. فجزاه خيرا وقال له تقدم بين يدي أبي عبد الله حتى يحتسبك كما احتسبك غيرك، وحتى أحتسبك فإن هذا اليوم نطلب فيه الأجر بكل ما نقدر عليه. فسلم شوذب على الحسين وبرز إلى الميدان وقاتلهم حتى قتل. فوقف عابس أمام أبي عبد الله الحسين وقال ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك، ولو قدرت أن أدفع الضيم عنك بشيء إن أعز علي من نفسي لفعلت. السلام عليك، أشهد أني على هداك وهدى أبيك. ومشى نحو القوم مسلتا سيفه فنادى ألا رجل يبارزني؟ فأحجموا عنه لأنهم عرفوا أشجع الناس. فصاح عمر بن سعد ارضخوه بالحجارة فرمي بها، فلما رأى ذلك ألقى درعه وما وشد على الناس وإنه ليطرد أكثر من 200، ثم تعطفوا عليه من كل جانب فقتل. فتنازع ذو عدة في رأسه، فقال ابن سعد هذا لم يقتله واحد بل كلكم قتلتموا. ووقف جون مولى أبي ذر الغفاري أمام الحسين عليه السلام يستأذنه، فقال عليه السلام يا جون إنما تبعتنا طلبا للعافية فأنت في إذن مني. فوقع على قدميه يقبلهما ويقول أنا في الرخاء الحسوق صاعكم وفي الشدة أخذلكم، إن ريحي لنت وحسبي للئيم ولوني لأسود، فتنفس علي بالجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض لوني. لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. فأذن له الحسين عليه السلام فقتل 25 وقتل. فوقف عليه الحسين عليه السلام وقال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد صلى الله عليه وآله وعرف بينه وبين آل محمد. فكان من يمر بالمعركة يشم منه رائحة طيبة أذكى من المسك. وكان أنس بن الحارث بن نبي الكاهلي شيخا كبيرا صحابيا، رأى النبي وسمع حديثه وشهد معه بدرا وحنينا. فاستأذن الحسين وبرز شادا وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة. ولما نظر إليه الحسين عليه السلام بهذه الهيئة بكى وقال شكر الله لك يا شيخ. فبرز إلى الأعداء فقتل على كبره 18 رجلا وقتل رضوان الله تعالى عليه. وجاء عمرو بن جناد الأنصاري بعد أن قتل أبوه وهو ابن 11 سنة ليستأذن من الحسين عليه السلام، هذا وقد أمرته أمه من قبل بذلك وقالت له يا ولدي قم وانصر ريحانة رسول الله.
بعدما ألبسته لامة الحرب، فخرج يستأذن من الحسين عليه السلام، فأبى الحسين وقال: هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى، ولعل أمه تكره ذلك. فأقبل الغلام يسعى نحو الحسين عليه السلام، خائفا من أن يصده أصحاب أبو عبد الله عن مراده وقصده. فقال الغلام: إن أمي أمرتني فأذن له. فبرز وهو يرتجز ويقول: أميري حسين ونعم إيه أميري حسين سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة أبواه، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل البدر المنير. فما أسرع أن قتل ورمي برأسه إلى جهة الحسين عليه السلام، فأخذته أمه ومسحت الدمع وضربت به رجلا قريبا منها فمات، وعالت إلى المخيم فأخذت عمودا وقيل سيفا فأخذت عمودا وقيل سيفا وأنشأت: إني عجوز في النساء ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. فردها الحسين إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلين، وقاتل الحجاج بن مسروق الجعفي حتى خضب بالدماء، فرجع إلى الحسين يقول: اليوم ألقى يا جدك النبي، ثم أباك ذاك الندى عليا، ذلك الذي ذاك الذي نعرف الوصية. فقال الحسين عليه السلام: وأنا ألقاهما على أثرك. فرجع يقاتل حتى قتل. وقاتل سوار بن أبي حمير من ولد فهم بن جابر بن عبد الله بن قادم الفهم الهمداني قتالا شديدا، حتى أثخن بالجراح وأخذ أسيرا، فأراد ابن سعد قتله وتشفع فيه قومه، وبقي عندهم جريحا إلى أن توفي على رأس ستة أشهر. وتقدم سويد بن عمرو بن أبي المطاع، وكان شريفا كثير الصلاة، إلى القتال وهو يرتجس. ولما أثخن بالجراح سقط لوجهه وظن أنه قتل. فلما قتل الحسين وسمعهم يقولون قتل الحسين، أخرج سكين كانت معه فقاتل بها، وتعطفوا عليه فقتلوه، وكان آخر من قتل من الأصحاب بعد الحسين عليه السلام. ولما لم يبق مع الحسين إلا أهل بيته عزموا على الحرب وملاقاة الحتوف ببأس شديد وحفاظ مر ونفوس أبية، وأقبل بعضهم يودع بعضا: يا ويلي من تلاقى وعند الوداع، ترى وما بعد ملقى غير هالسايع، غدا ما يدمع ينشال بالصاع، وتقل قلوبها من العطش والحر. يا ويلي غدت للشبان حنا، غدا هذا
الأمل هذا يجرون وكل واحد لعد ما تتمنى ولا يبقى لهذا اليوم الأقشار وأول من تقدم شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله علي الأكبر وعمره 27 سنة فأحطنا به النسوة وقل ارحم غربتنا فليس لنا طاقة بفراقك فلم يعبأ بكلامهن فاستأذن أباه الحسين فبرز على فرس للحسين عليه السلام ثم شد على القوم وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي نحن ورب البيت أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضرب بالسيف أحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي علو ثم نظر إليه الحسين عليه السلام نظرة آيس منه وأرخى عينيه بالدموع وصاح بعمر بن سعد ما لك قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلط عليك من يذبحك على فراشك ثم رفع شيبته المقدسة نحو السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه اللهم فامنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا ثم تلا قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ولم يزل يحمل على الميمنة ويعيدها على الميسرة فقتل 120 فارسا وقد اشتد به العطش فرجع إلى أبيه يستريح ويذكر له ما أجهده من العطش قائلا يا أبا العطش قد قتلني وثقل الحديث قد أجهدني فهل إلى شربة من ماء سبيل فبكى الحسين عليه السلام وقال وغوثا ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسه شربة لا تظمأ بعدها وأخذ ما لسانه فمصه ودفع إليه خاتمه ليضعه في فيه يقل يا أبو يا شربة مية الكبد أتقوى ورد للميدان وحدي يا بويا فطر جبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحار
ورجع علي عليه السلام إلى الميدان وزحف فيهم زحفة العلوي وقاتلهم أشد قتال، فأكثر القتلى في أهل الكوفة حتى أكمل المائتين. فقال مرة بن منقذ العبدي: علي آثام العرب إن لم أثكل أباه. فطعنه بالرمح في ظهره وضربه بالسيف على رأسه ففلق هامت. رحم الله المنادي: أيوة علي، أيوة علي. واعتنق فرسه فاحتمله إلى معسكر الأعداء وأحاطوا به حتى قطعوا بسيوفهم إربا إربا. ونادى رافعا صوته: عليك مني السلام أبا عبد الله، هذا جدي قد سقاني بكأسه شربة لا أظمأ بعدها. هو يقول: إن لك كأسا مذخورا. فأتاه الحسين وانكب عليه واضعا خده على خده وهو يقول: على الدنيا بعدك العفو. ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. يعز على جدك وأبيك أن تدعوهم فلا يجيبونك، وتستغيث بهم فلا يغيثونك. قعد عنده وصفق راح على راح، شاف والنبل نابت على الجراح، بجا ونادى نادى: يا زينب علي راح، علي راح. بجا ونادى: يا زينب علي راح، وانا ظلمت الدنيا علي. ظلمت الدنيا علي، قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين، متواصل طبر الراس نصين، حنا ظهر على ابنه وتحسر. ثم أخذ بكفيه من دم الطاهر ورمى به نحو السماء فلم يسقط منه قطرة، وأمر فتيانه أن يحملوه إلى الخيمة، فجاءوا به إلى الفسطاط الذين يقاتلون أمامه، إلى الفسطاط الذي يقاتلون أمامه، وحرائر بيت الوحي ينظرنا إليه محمولا، قد جللته الدماء بمطارف العز حمراء، وقد وزع جثمانه الضرب، وقد وزع جثمانه الضرب والطعن. فاستقبلنه بصدور دامية وشعور منشورة وعولة تصك سمع الملكوت، وأمامهن عقيلة بني هاشم زينب الكبرى ابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، صارخة نادبة. شالوه الهواشم للصواوي وهو يمشي وعلى ابنه شابح العين، طلعت زينب وباقي النساوين
الحسين تخمش خدودها وعلى الوجه تلطم أيوة عليها أيوة ولدا هو تفوق تحب خده وتشمه وغدت تصبغ شعرها بفيض دمه عسى بعيد البلد قله يا عمه يا عمه عسى بعيد البلد قله يا عمه على التربان نايم يا المشيب وخرج من بعده عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأمه رقية بنت أمير المؤمنين وهو يقول اليوم ألقى مسلمان وهو أبي وعصبة بادوا على دين النبي فقتل جماعة بثلاث حملات ورماه يزيد بن الرقاد الجهني فاتقاه بيده فسمرها إلى جبهته فما استطاع أن يزيلها عن جبهته فقال اللهم إنهم استقلونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا وبينما هو على هذا إذ حمل عليه رجل برمحه فطعنه في قلبه ومات فجاء إليه يزيد بن الرقاد وأخرج سهمه من جبهته وبقي النصل فيها وهو ميت ولما قتل عبد الله بن مسلم حمل آل أبي طالب حملة واحدة فصاح بهم الحسين عليه السلام صبرا على الموت يا بني عمومتي والله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم فوقع فيهم عون ابن عبد الله ابن جعفر الطيار وأمه العقيلة زينب وأخوه محمد وعبد الرحمن ابن عقيل ابن أبي طالب وأخوه جعفر ابن عقيل ومحمد ابن مسلم ابن عقيل وأصابت الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط عليه السلام 18 جراحة وقطعت يده اليمنى ولم يستشهد سلام الله عليه وخرج أبو بكر ابن أمير المؤمنين عليه السلام واسمه محمد قتله زجر بن بدر النخعي وخرج عبد الله بن عقيل فما زال يضرب فيهم حتى أثخن بالجراح وسقط إلى الأرض فجاء إليه عثمان بن خالد التميمي واحتز رأسه وخرج أبو بكر بن الحسن بن أمير المؤمنين وهو عبد الله الأكبر وأمه أم ولد يقال لها رملة فقاتل حتى قتل وخرج من بعده أخوه لأمه وأبيه القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم فلما نظر إليه الحسين اعتنقه وبكى ثم أذن له فبرز وكان وجهه شقة قمر وبيده السيف وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان فمشى يضرب بسيفه فانقطع شسع نعله اليسرى وأنف ابن النبي الأعظم أن يحتفى في الميدان فوقف يشد شسع نعله وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن وسط أناس لازقوا صوب المزون فجاءه اللعين عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي فقال له حميد بن مسلم وما تريد من هذا الغلام يكفيك هؤلاء الذين تراه محتوشوا من كل جانب فقال والله لأشدن عليه فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف
فوقع الغلام لوجهه رحم الله المنادي أيوة قاسمة بعد بعد أيوة مرة ثانية واصل حسين أيوة فقال يا عماه وأمه واقفة بباب الخيمة تنظر إليه وهي مدهوشة فأتاه الحسين عليه السلام كالليث الغضبان فضرب عمرا بالسيف فاتقاها بالساعد فأطناها من المرفق فصاح صيحة سمعها العسكر فحملت خيل بن سعد لتستنقذه فاستقبلته بصدرها وواطأته بحوافرها فمات لعنة الله عليه وتجلت الغبرة وإذا بالحسين قائم على رأس الغلام وهو يفحص برجله والحسين يقول له بعدا لقوم قتلوك خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك ثم قال لن عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعيب فلا ينفعك صوت والله كثر واتره وقل ناصره بجو نادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حز وريدي هاني لكم يا جاسم تخلوني وحيدي وعلي قوم العدا تفتايا ثم حمله الحسين وكان صدره على صدره ورجلاه يخطان في الأرض فألقاه مع علي الأكبر والقتلى جاب وما يدد ما بين أخوت جاب وما يدد ما بين بجا عدوهم يا ويلي وهم موت بيس ما سمع عن النسوان صوت طلعت رملة صيح الله أكبر يا ابني أنا قطعت منك نصيبي يا ابني ردك ذخر الأيام شبي بارك بين 70,000 جابوك بدال الشمع بالنشاب زفوك يا ابني يا ابني عن الحنة بدم راسك حنوك على راسك ملبس نبل ينثور ثم رفع الحسين عليه السلام طرفه إلى السماء وقال اللهم أحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا ولما رأى العباس عليه السلام كثرة القتلى من أهله قال لإخوته من أمه وأبيه عبيد الله وعثمان وجعفر عبد الله وعثمان وجعفر تقدموا يا بني أمي حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله والتفت إلى عبد الله وكان أكبر من عثمان وجعفر وقال تقدم يا أخي حتى أراك قتيلا وأحتسبك فقاتلوا بين يدي أبي الفضل حتى قتلوا بأجمعهم سلام الله عليهم أجمعين ولم يستطع العباس صبرا على البقاء بعد أن فنى صحبه وأهل بيته
ويرى الحسين مكثورا قد انقطع عنه المداد وملأ مسامعه عويل النساء وصراخ الأطفال العطاش. فطلب من أخيه الرخصة فقال له الحسين يا أخي أنت صاحب لوائي. قال العباس عليه السلام قد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين وأريد أن أخذها بثأري منهم. فأمره الحسين أن يطلب الماء للأطفال فذهب العباس إلى القوم ووضعهم وحذرهم غضب الجبار فلم ينفع. فنادى بصوت عال يا عمر بن سعد هذا الحسين بن بنت رسول الله قد قتلتم أصحابه أهل بيته وهؤلاء عياله وأولاده عطاشا فاسقوهم من الماء قد أحرق الظمأ قلوبهم. وهو مع ذلك يقول دعوني أذهب إلى الروم أو الهند وأخلي لكم الحجاز والعراق. فصاح شمر بأعلى صوته يا ابن أبي تراب لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد. فرجع إلى أخيه يخبره فسمع الأطفال يتصارخون العطاش العطاش. فثارت به الحمية الهاشمية ثم أنه ركب جواده وأخذ القربة وقصد الفرات فأحاط به 4000 ورموه بالنبال فلم يعبأ بجمعهم ولا راعته كثرتهم. وشد عليهم يضربهم بالسيف فلم تثبت له الرجال حتى كشفهم عن الفرات. وهذا هو ابن حيدر داحي الباب. ودخل الماء واغترف من الماء ليشرب فتذكر عطش الحسين ومن معه فرمى الماء من يديه وقال كلكم حافظين يا نفس من بعد الحسين هوني فبعده لا كنت أن تكون. إيه هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. أنا شلون أشرب وأخوي حسين عطش. أنا شلون أشرب وأخوي حسين عطشان وسكنة والحرم وأطفال رضعان وظن قلب العليل التهب نيران. يا ريت الماي بعد لا حلو مار هاي هاي هذا الماي يجري بطون حيات وضوق قبر جبد حسين هيهات. أظن طفلة يا ويلي من العطش مات وأظن موتي قرب والعمر قصر.
ثم ملأ القربة وركب جواده وتوجه نحو المخيم، فقطع عليه الطريق فحمل عليهم يضربهم حتى أكثر القتل فيهم وكشفهم عن الطريق وهو يقول: لا أرهب الموت إذا الموت رقى حتى أواري في المصاليت لقى، نفسي لسبط المصطفى طهري وقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الشار يوم الملتقى. والنعم بيك يا أبو فاضل. فكمنا له زيد بن الرقاد الجهني من وراء نخلة فضربه على يمينه فبرأما، فأخذ السيف بشماله وحمل عليهم وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن دين. بعد والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا هو عن إمام صادق اليقين سبط النبي الطاهر الأمين. فلم يعبأ بيمينه بعد أن كان همه إيصال الماء إلى أطفال الحسين وعياله، ولكن حكيم بن الطفيل كمن له من وراء نخلة فلما مر به ضربه على شماله فقطع، فوقف وهو يرتجز ويقول: يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار، قد قطعوا ببغيهم يساري فصلهم يا رب حر النار، وتكاثروا عليه وأتته السهام كالمطار، فأصاب القربة سهم وأريق ماؤها، وسهم أصاب صدره وسهم أصاب عينه، وضربه رجل بالعمود على رأسه ففلقام. رحم الله المنادي. أيوة عبا بعد. أيوة. وسقط على الأرض ينادي: عليك مني السلام أبا عبد الله، أدركني يا أخي. فأتاه الحسين عليه السلام ورآه مقطوع اليدين والسهم نابت في العين، فنادى: سلام الله عليه، الآن انكسر ظهري، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بعدوي، يا خوي انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، صرت مركز يا خوي الكل الهموم، يا خوي استوحداني عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينغار، يا خوي بيا كتر طاحن زنودك، يا خوي العلم قل لي وين وين جودك، يا
أبو فاضل زماني هم يعودك وشمل اللي تشتت بيك يلتم. فبينما إمامنا عند أبي الفضل وإذا بأبي الفضل انتبه وقال سيدي ما تريد أن تصنع؟ قال أريد حملك إلى المخيم. يقل لا يا خو يا خلين بمجان يقل لا يا خو يا خلين بمجان يقل ليش يا زهرة زمان يقل وعدت سكنة تغاد أجيب الماء للخيام أصدر. يا خويا ما درت لنك رمية وهي برجواك تسجيها أمية. يا خويا منين جت ليك المنية وتقضي بالعطش والشمس والحار؟ وبعد هنا أيام فاضت روح الطائرة في حجر أبي عبد الله الحسين. ورجع الحسين عليه السلام منكسرا حزينا باكيا يكفكف دموعا بكمين. وقد تدافعت الرجال على مخيمه فنادى أما من مغيث يغيثنا أما من مجير يجيرنا أما من طالب حق ينصرنا أما من خائف من النار فيذب عنا؟ فأتته سكينة وسألته عن عمها فأخبرها بقتله. وسمعته زينب فصاحت أيوة أخا وعباسا وضيعته بعدك. يقل يا زينب يا زينب راح عباس عباس راح الضغم يرفع الرايس. وبكى النساء وبكى الحسين معهن وقال وضيعته بعدك أبا الفضل. ولما قتل العباس التفت الحسين فلم ير أحدا ينصره ونظر إلى أهله وصحبه مجزرين كالأضاحي وهو يسمع عويل الأيام وصراخ الأطفال صاح بأعلى صوته هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في غاثتنا؟ كلنا نقول لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا. فارتفعت أصوات النساء بالبكاء ونهض الإمام السجاد عليه السلام يتوكأ على عصاه ويجر سيفه لأنه كان مريضا لا يستطيع الحركة. فصاح الحسين عليه السلام بأم كلثوم احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد. فأرجعته إلى فراشه ثم إنه عليه السلام أمر عياله بالسكوت
وودعهم، وكان عليه جبة خز دكناء وعمامة موردة أرخى لها ذوابتين، والتحف ببردة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتقلد بسيفه وطلب ثوبا لا يرغب فيه أحد يضعه تحت ثيابه لئلا يجرد منه، فإنه مقتول مسلوب. فأتوه بتبان فلم يرغب فيه، أي لباس ضيق. استمعوا يا شباب، إمامكم أبى أن يأبل أن يلبس اللباس الضيق فلا تلبسوه وافعلوا كما فعل. فقال لهم: لا أريد هذا، لأنه من لباس الذلة. وأخذ ثوبا خلقا وخرقه وجعله تحت ثيابه، ودعا بسراويل حبرة ففزرها ولبسها لئلا يسلبها، ودعا بولده الرضيع يودعه. فأتته زينب بابنه عبد الله وأمه الرباب، فأجلسه في حجره يقبله ويقول: بعدا لهؤلاء القوم، إذا كان جدك المصطفى خصمهم. ثم أتى به نحو القوم يطلب له الماء، فرماه حرمل ابن كاهل الأسدي بسهم فذبحه في حجر أبيه. فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة، تلقى حسين دم الطفل بيده، اشحال ينشتل بحضنه ولده، سال وترس جف من وريده، وذبل السما وللقاع ما خرب. ثم قال الحسين عليه السلام: هون ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. إلهي، إن كنت حبست عنا الناس فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. اللهم أنت الشاهد على قوم قتلوا أشبه الناس برسولك محمد. وسمع عليه السلام قائلا يقول: دعه يا حسين، فإن له مرضعا في الجنة. فجاء به إلى خيمة العقيل زينب، وما رجع به إلى أمه، لأن الأم لا تتمكن أن ترى ولدها مقتولا أمامها. فخرجت إليه العقيلة فنظرت إلى الطفل، وإذا به مذبوحا من الوريد إلى الوريد، والسهم نابت في نحره، والدم يجري على صدره. يا خويا عني تغطيه، مالي قلب يا حسين أصد ليه، أشوف أذبيح وما رجلي، خفت العطش لن يلحق عليه. ثم نزل عن فرسه وحفر له بجفن سيفه، ودفنه مرملا بدمه، وصلى عليه، ويقال وضعه مع قتلى أهل بيته. وتقدم الحسين عليه السلام نحو القوم مسلطا سيفه آيسا من الحياة، ودعا الناس إلى البراء إلى البراز، فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى قتل جمعا كثيرا. ثم حمل على الميمنة وهو يقول: الموت أولى من ركوب الآري، والعار أولى من دخول النار. وحمل على الميسر وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني،
أحمي عيالاتي أبي أمضي على دين النبي. قال عبد الله بن عمار ما رأيت مكثورا قط قتلا ولده وأهل بيته وصحبه أربط جأشا منه ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما. ولقد كانت الرجال تنكشف بين يديه إذا شد فيها ولم يثبت له أحد. فصاح عمر بن سعد بالجمع هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب احملوا عليه من كل جانب. فأتته 4000 نبلة وحال الرجال بينه وبين رحله فصاح بهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. فناداه الشمر ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال أنا الذي أقاتلكم والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم عن تعرضي لحرمي ما دمت حيا. قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي قد حان حيني وقد لاحت لوائحه. فقال شمر لك ذلك وقصده القوم واشتد القتال وقد اشتد به العطش فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج وكان في 4000 فكشفهم عن الماء وأقحم الفرس الماء. فلما هم الفرس ليشرب قال الحسين أنت عطشان وأنا عطشان فلا أشرب حتى تشرب. فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام ولما مد الحسين يده ليشرب ناداه رجل أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ فرمى الماء ولم يشرب وقصد الخيمة. يقول الكعبي رضوان الله تعالى عليه يا أخواتي المؤمنات انظروا كيف أن الحسين ترك الماء من أجل حجاب نسائه فالتمزموا الحجاب. فإن الحسين رمى الماء من أجل الحجاب وحجابكن يا مؤمنات. رجع إلى عياله ثم إنه عليه السلام ودعا عياله ثانيا وأمرهم بالصبر وقال استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. والتفت الحسين إلى ابنته سكينة فرآها منحازة عن النساء باكية نادبة فوقف عليها مصبرا ومسليا تقل يا بويا نروح كل احنا فدايا دخذنا للحرب يا حسين وياك اهي غيبة يا بويا وقعدتناك وقول انسافر يومين يصدر يا بويا قول لا تخفي علي
هذه روحتك يوم بعد جيه يا ابويا ان كان رايح هاي هي اخذني وياك عنك ما اقدر اصبر. فقال عمر بن سعد ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه والله ان فرغ لكم لا تمتاز يميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أضناب المخيم وشك سهم بعض أزر النساء فدهشنا وأرعبن وصحنا ودخلنا الخيمة ينظرن إلى الحسين كيف يصنع. فحمل عليهم كالليث الغضبان فلا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه فقتله والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتقي بصدره ونحره. ورجع إلى مركزه يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وطلب في هذا الحال ماء فقال الشمر لا تذوقه حتى ترد النار. وناداه رجل يا حسين ألا ترى الفرات كأنه بطون الحيات فلا تشرب منه حتى تموت عطشانا. فقال الحسين اللهم أمته عطشانا. فكان ذلك الرجل يطلب الماء فيؤتى به فيشرب حتى يخرج من فيه وما زال كذلك إلى أن مات عطشانا. ورماه أبو الحتوف الجعفي بسهم في جبهته فنزعه وسالت الدماء على وجهه. رحم الله المنادي أيوة حسينة أيوة يا ماما. فقال اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا. وصاح بصوت عال يا أمة السوء بئس ما خلفتم محمدا في عترته أما إنكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إياي. وإيم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. فقال الحسين وبما ينتقم لك يا ابن فاطمة؟ قال عليه السلام يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. ولما ضعف عن القتال وقف يستريح فرمى رجل بحجر على جبل فرماه رجل بحجر على جبهته فسال الدم على وجهه فرفع ثوبه ليمسح الدم عن عينه. رماه آخر بسهم محدد له ثلاث شعاب وقع على قلبه. أي رحم الله المنادي أي وعسينا قال بسم الله وبالله وعلى ملة جدي رسول الله. ورفع رأسه إلى السماء وقال إلهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا على ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري. ثم أخرج السهم
من قفاه وانبعث الدم كالميزاب فوضع يده تحت الجرح فلما امتلأت رمى به نحو السماء وقال هأونا علي ما نزل بي أنه بعين الله فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض ثم وضعها ثانيا فلما امتلأت لطخ بها رأسه ووجهه ولحيته وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وأعياه نزف الدم فجلس على الأرض ينوء برقبته فانتهى إليه في هذا الحال مالك بن النسر فشتمه ثم ضربه بالسيف على رأسه وكان عليه برنس فامتلأ البرنس دماء فقال الحسين لا أكلت بيمينك ولا شربت وحشرك الله مع الظالمين ثم ألقى البرنس واعتم على القلنصوة قال هاني بن ثبيت الحضرمي إني لواقف عاشر عشرة لما صرع الحسين إذ نظرت إلى غلام من آل الحسين عليه إزار وقميص وفي أذنيه درتان وبيده عمود من تلك الأبنية وهو مذعور يتلفت يمينا وشمالا فأقبل رجل يركض حتى إذا دنا منه مال عن فرسه وعلاه بالسيف فقتله وذلك الغلام هو محمد ابن أبي سعيد ابن عقيل ابن أبي طالب وكانت أمه تنظر إليه وهي مدوشة ثم إنهم لبثوا هنيئا وعادوا إلى الحسين وأحاطوا به وهو جالس على الأرض لا يستطيع النهوض فنظر عبد الله بن الحسن السبط وله 11 سنة إلى عمه وقد أحدق به القوم فأقبل يشتد نحو عمه وأرادت زينب حبسه فأفلت منها وجاء إلى عمه وأهوى بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين فصاح الغلام يا ابن الخبيثة أتضرب عمي فضربه واتقاها الغلام بيده فأطنها إلى الجلد فإذا هي معلقة فصاح الغلام يا عما ووقع في حجر الحسين فضمه إليه وقال يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير فإن الله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين ورفع يديه قائلا اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا ورمى الغلام حرملة بن كائل بسام فذبحه وهو في حجر عمه وبقي الحسين مطروحا مليا ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوا إلا أن كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الإقدام فصاح الشمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد أثخنته السماس وقد أثخنته السهام والرماح احملوا عليه وضربه زرع بن شريك على كتفه الأيسر
وضرب آخر على عاتقه ورماه الحسين في حلقه وطعنه سنان في ترقوته ثم في بواني صدره ثم رماه بسهم في نحره. وطعنه صالح بن مهب في جنبه قال هلال بن نافع كنت واقفا نحو الحسين وهو يجود بنفسه فوالله ما رأيت قتيلا قد مضمخا بدمه أحسن منه وجها ولا أنور ولقد شغلني نور وجهي عن الفكرة في قتله فاستسقى في هذه الحال ماء فأبوا أن يسقوا وقال له رجل لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها فقال أنا أرد الحامية وإنما أرد على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأشكو إليه ما ارتكبتم مني وما فعلتم بي فغضبوا بأجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئا ولما اشتد به الحال رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم متعالي المكان عظيم الجبروت شديد المحال غنيا عن الخلائق غنيا عن الخلائق عريض الكبرياء قادر على ما تشاء قريب الرحمة صادق الوعد سابق النعمة حسن البلاء قريب إذا دعيت محيط بما خلق قابل التوبة لمن تاب إليك قادر على ما أراد تدرك ما طلب شكور إذا شكرت ذكور إذا ذكرت أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا اللهم احكم بيننا وبين قومنا فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على الوحي فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين صبرا على قضائك يا رب لا إله سواك يا غياث المستغيثين ما لي رب سواك ولا معبود غيرك صبرا على حكمك يا غياث من لا غياث له يا دائما لا
نفاذ لام. يا محيي الموتى يا قائما على كل نفس بما كسبت، احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين. انظروا يا مؤمنين وإمامكم في تلك الحال وهو لا يترك الدعاء وذكر الله، فعليكم بالتزام الدعاء وذكر الله. وأقبل الفرس يدور حوله ويلطخ ناصيته بدمه، فصاح ابن سعد دونكم الفرس فإنه من جياد خيل رسول الله. فأحاطت به الخيل فجعل يرمح برجليه حتى قتل 40 رجلا وعشرة أفراس. فقال ابن سعد دعوه لننظر ما يصنع، فلما أمن الطلب أقبل نحو الحسين يمرغ ناصيته بدمه ويشمه ويسهل صهيلا عاليا. قال الباقر عليه السلام كان يقول الفرس: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. وتوجه نحو المخيم بذلك الصهيل وكأني بالعقل تقل لي: يا مهر حسين، قل لي حسين وينه؟ اخذنا وياك ودينا الوليدة. هاي الخيل ساعة ولفت لينا، نريد يقوم وبردها يتوزم. فلما نظرنا النساء إلى الجوادي مخزية والسرج عليه ملوية، خرجنا من الخدور على الخدود إلى طبال، وبالعوين داعيات وبعد العز مذللات، وإلى مصرع الحسين مبادرات. فواحدة تحنو عليه تضم، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها، وأخرى تفدي وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. ونادت أم كلثوم زينب العقيلة: ومحمدا وابتام وعليا وجعفرا وحمزة، هذا حسين بالعراء صريع بكربلاء. ثم نادت: ليت السماء انطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكتكت على السهل. وانتهت نحو الحسين وقد دنا منه عمر بن سعد في جماعة من أصحابه، والحسين يجود بنفسه. فصاحت: أي عمر، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ وكأن الحسين فصرف بوجهه عنا ودموعه تسيل على لحيته، فقالت: ويحكم، أما فيكم مسلم؟ فلم يجب أحد. وكأن الحسين قال لها: أخي ارجعي إلى المخيم واهتمي بعيالي، تقل لي: يا أخوي أنا بعيوني لخلي لك عيالك، وأنا بروحي لباري لك أطفالك. أجاب عمر بن سعد حيث صاحب الناس: انزلوا إليه وأريحوه. فبدر إليه الشمر فضربه برجله وجلس على صدره،
وقبض لحيته الشريفة وحزنها ايوه زينة حتى رأس الإمام الشريف ايوه حسينا ايوه شهيدا ايوه مظلوما ايوه ايوه الله ايوه محزوز الراس من القفا قام الله يا حسين الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين الله الله حسين بالسيوف مقطعين الله الله حسين وينه الله الله حسين وينه اوقف اوقف الله الله حسين وينه الله الله حسين وينه الله الله حسين وينه وويل على المظلوم 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 حسين 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 الله الله يا شباب حسين نايم على التراب الله الله يا حسين نايم على التراب الله الله يا شباب الله الله يا شباب الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه يا حسين الله الله حسين وينه الله الله حسين وينه الله الله حسين وينه يا وليلة يا وليلة حسين ابنك ذابحينه الله الله حسين وينه الله الله حسين وينه يا ولينا يا ولينا حسين ابنك ذابحينا الله 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 حسين وينه نقسم بضلع الزكية وحق حيدر ظالمينا الله الله حسين وينه خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي فأنا ابن الخيرتين خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي فأنا ابن الخيرتين خيرة الله من الخلق أبي خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي فأنا ابن الخيرتين خيرة الله احكي خيرتين والدي شمس وأمي قمر والدي شمس وأمي قمر فأنا الكوكب وابن القمرين خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي فأنا ابن والدي شمس وأمي قمر والدي شمس وأمي قمر فأنا الكوكب وابن القمرين خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي فأنا ابن الخير فضة قد صفيت من ذهب فضة قد صفيت من ذهب فأنا الفضة وابن الذهبين خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي فأنا ذهب في ذهب في ذهب ذهب في ذهب في ذهب ولجين في لجين في لجين خيرة الله من له جد كجدي في الورى من له جد كجدي في الورى أو كشيخي فأنا ابن العلمين خيرة الله بعد جدي فأنا ابن الخيرتين
أمي الزهراء حقا وأبي، أمي الزهراء حقا وأبي، وارث العلم ومولى الثقلين خيرة الله. جدي المرسل مصباح الدجى، جدي المرسل مصباح الدجى، وأبي الموفى له بالبيعتين من الخلق أبي. خصه الله بفضل وتقى، خصه الله بفضل وتقى، فأنا الزاهر وابن الزاهرين. زينب تلطمي على الراس، زينب تلطمي على الراس، ويتنادي يا مهر حسين، ويتنادي يا مهر حسين، اي اسمعها طيل بالميدان، اي اسمعها طيل بالميدان، خيالك تقم طاروين. زينب تلطمي على الراس ويتنادي يا مهر احكي بارك الله. زينب تلطمي على الراس ويتنادي اي اسمعها طيل بالميدان، اي اسمعها طيل بالميدان، خيالك تقام طاروين. زينب بارك الله على المستهل ويتنادي، زينب تلطمي على الراس ويتنادي يا مهر حسين، اي اسمعها طيل بالميدان، او خيالك تقام طاروين، اللي يزمت بايدها الجامه وقامت وين ويتنشد، اي مالك تسحب عنانك وعينك ما يل العيد، يا مكدر وين اخويا حسين، يا مكدر وين اخويا حسين، خليت شباب واحد اش عندك موتي بقبالي، وتتهضم على حالي، تراكي مردي الدلالي، واسمع بالمعارة صياح، والعسكر في زعصابين. زينب واسي واسي ويتنادي اسمعها طيل بالميدان، خيالك تقام، ومين شيفتك علي متجبل، ومين شيفتك علي متجبل، قلبي انخمش ويطير، اسمعك تصهيلي وتعول، اسمعك تصهيلي وتعول، لا تشين بالعويلي شر، سوليف لي اخي وي، سوليف لي اخي وي،
عينك وقع وتقنطر ويمشي ويا دليني ولعندي حسين وديني ويمشي ويا دليني ولعندي حسين وديني اش مالك ما تحاجيني تدقي بحفيرك يمي تدقي بحفيرك يمي او شابح للخيم بالعين زينب تلطمي ما شاء الله ويتنا واسمعها طيل بالميدان خيالك يا مهر حسين حاجيني الى خادم الحسين المرحوم عبد الحسين الشرعغاتي يا مهر حسين حاجيني وقاصيد هالخيم ليه ولا يبالك زيلي مظلت ولا يبالك زيلي مظلت تحشمها وتنخيها غير الحرام والرضعان وغير الحرام والرضعان وما تمه الخيم بيها بس واحد فوق وجعان وجسم من المرض نحلان ابوه بخطة الميدان علي نضع حتى اخباره علي نضع حتى اخباره اولا نند الطريق من انزين ابتل بارك الله بارك الله ويتنادي يا مهر حسين اسمعها بالميل وخيالك تقنطر وين ما ادري ايش ويقع عنه ما ادري ايش ويقع عنه وهاي الخلي جت لينا وهاي الخلي جت لينا خافيت فرهيدي خيمنا او خافيت فرهيدي خيمنا او تفرهيد عزي لي علينا اخذنا وياك للميدان اخذنا وياك للميدان وعلى حسين دلينا وعلى حسين دلينا مشوي الحرام تيب عنه وبيهين للويل يتعنه او سيمعن من بعد وانه الصوت يصيح يا زينب الصوت يصيح يا زينب يا اختي طالع العلاوي يا زينب
الميدان وخيالك ضبها بارك الله السيم عتزه نبي وركضت سمعت زينبي وركضت او قامت تركض النسوان او قامت تركض النسوان لما وصلني الحومة لما وصلني الحومة اللي قنم وسد التربان اللي قنم وسد التربان يلوجي من العطش ويصيح يلوجي من العطش ويصيح وحق جد النبي عطشان وحق جد النبي زينب سمعتي وركضت وقامت تركض النسوان لما وصلني الحومة لقينا موسد التربان يلوجي من العطش ويصيح يلوجي من العطش وحسينا وحق جد النبي الله الله وحق جد النبي يا هيل وادم ترحموني يا هل وادم ترحموني وشربت ما يدسقوني وشربت ما يدسقوني بعد ما شوف بعيوني بعد ما شوف بعيوني او قامت على وطيه تلطم او قامت على وجه تلطم او تخمش زينب الخدين تدنت زينب وقامت تدنت زينب وقامت تجلب جروح بصدره تجلب جروح بصدره اولا نهت شوف المثلث اولا نهت شوف وولا طالع من خرز خضره طالع من خرز ظهره تدنت زينب وقامت تدنت زينب وقامت تجلب جروح بصدره او لانها تشوف المثلث طالع من خرز ظهره او قامت على وجه تلطم او قامت على وجه تلطم او قامت على وجه تلطم او تسجف زينب العبره تقيل والقلب عليك تقيل والقلب عليك يا اخويا السهم ما بيك يا اخويا السهم ما بيك تلوجي على الثار مخليك تلوجي على الثار مخليك او هو اللي قيطع حيلك او هو اللي قيطع حيلك او جاسم جبدتك نصا او جاسم جبدتك نصا زينب قاعدة يمه زينب قاعدة يمه تقلب جروح بجبده تقلب جروح بجبده يا حيدر 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 جاء المقصدها تطلع السهم وتنشده تطلع السهم وشده علي حيدر
حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر وويل على المظلوم وويل على المظلوم وويل على المظلوم يا شيعة لو شربت الماء يذكروني يا شيعة لو شربت الماء يذكروني أنا بلي يا ذني بذبحوني يا شيعة لو شربت الماء يذكروني يا شيعة لو شربت الماء يذكروني يا شيعة حسين أنا والنبي جدي يا شيعة وأنا جبرائيل هزم هدي صوبوني سهم بينقطع كبدي صوبوني سهم بينقطع كبدي طلبت الماي ضامع داي خلوني طلبت الماي ضامع داي خلوني خلوني عطش والدم بيدي يجري خلوني عطش والدم بيدي يجري من سهم المثلث طلع من ظهري من سهم المثلث طلع من ظهري وانا على المهر لن طحت من مهري وانا على المهر لن طحت من مهري سيوف الرماح احل عيده تولوني بارك الله حيدر علي حيدر علي حيدر علي تولوني تولوني أولني بالحجر مرمي تولوني أولني بالحجر مرمي طاح بجبهتي وعلى الوجه دمي طاح بجبهتي وعلى الوجه دمي تمنيت بفضل كون لا يمي تمنيت بفضل كون لا يمي اي جاي مسا حيل دم الجار على عيوني حيدر 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 ابد والله يا زهرة ما ننسى حسينا ابد والله يا زهرة ما ننسى حسينا ابد والله يا زهرة ما ننسى حسينا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا أبد والله يا زهرة ويلي على المظلوم ويلي على المظلوم ويلي على المظلوم مأجورين إخوان جزاكم الله خير الله يتقبل أعمالكم إلهي بالحسين الوجيه وأمه وأبيه وبالتسعة المعصومين من ذريتي وبني فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك اللهم عجل لوليك الظهور والفرج والنصر والعافية يا الله
اللهم اكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، واجعلنا من خدامه ومن أتباعه ومن أشياعه ومن المستشهدين بين يديه. أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم شافي مرضاهم، أدي ديونهم. اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس إلا بقضاء الحوائج. يا الله 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 يا الله. الإخوة الحاضرين ارحم أمواتهم وأمواتنا وموتى المؤسسين والعلماء والشهداء وخدمة الحسين. نهدي ثواب هذا المجلس إلى أرواحهم الطيبة المباركة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.